السلام عليكم. اليوم نزيد نوري لكم الاشغال اللي راهي صايره في منطقه الفي بي بن عبد تيزي وزو، واللي تنذر بعمل غير مسبوق في ميدان الديكورات، ويعني في ميدان المقاييس والستاندار نتاع المنطقه هذه، اللي راح تكون افضل منطقه للفي بي في من بين كل الملاعب التي تم إنجازها مؤخرا. إذا نخليكم تشوفوا هذه الصور الرائعة، والسلام عليكم.